جيسبر كو راكم كامل بيان. الو، على بالي بزي بزاف من التلاميذ والطلاب ما همش قادرين يقراو في هاد لا بيريود. الدروس اونلاين راهي تمشي وهما لحد الان ما همش يقراو. سي بور سا ديسيديت اليوم باش ندير لكم ان فيديو نعطيكم فيها شويه نصائح تساعدكم في الدراسه وتحفزكم باش تقراو. هيا نبداو. اول حاجه هي انه تحضر نفسك ذهنيا، تنوي صح تقرا، ماشي تقول خليهم بعد، خلي غدوه، مازال الحال. الوقت اللي رانا فيه هو افضل وقت الواحد يقدر فيه يدارك اللي فاتو ويلحق يكمل دروسه، خصوصا اللي راهو يستنى فيه اكزامه في اخر سنه مثل بام والباك، ولا ميم الا كان عندك اختبارات جامعيه هذيك اللي راح يديروها كامل في نفس الوقت وتماك ما قدروش نلحقوا. ثاني حاجه نتخير مكان هادئ فيه الاضاءه من افضل اضاءه طبيعيه، وتحط فيه كامل الادوات اللي تسحقها للدراسه في ماده ما، باش ماشي كل دقيقه بنوض وتحوس على حاجه وتضيع الوقت. تسحقوا كتاب تقراو منه، لي ريزومي، بتي كارني تكتبوا فيه الملاحظات، لا تروس اللي فيها كامل الاقلام، لو كاي اللي راح تقراو منه بيان سور لو بي سي. بعد ما حضرتوا كامل الادوات دوك راح نوري لكم حاجه انا بيرسونيلمون تحفزني باش نقرا وتسهل عليا الامور. ترسموا جدول كيما هذا وتكتبوا فيه كامل لي كور اللي راح تقراوهم في الماده ولا في الموديول هذاك، ومن بعد هنا في الخانات هادو تكتبوا شحال من خطره قريتوا هذاك الدرس. كي تقراوه ديروا له هكا، وهنا فيش دو ريفيزيون، تما كي ديروا ان ريزومي ولا فيش دو ريفيزيون باش تريفيزيو فيها، باش كي قربوا لي زيكزامان تعاودوا برك تريفيزيو من هاد لافيش، ماشي تعاودوا من الكور تاع لو بروف طويل وكامل. وهنا كتبت لا سورس، تما منين قريت الكور، سواء من الكتاب سواء من ديابو تاع لو بروف، سواء باش ما تخلطلكش. ومن بعد هنا لي رومارك اللي عندك على الكور هذاك، الشيء اللي ما حفظتوش، الشيء اللي لازم ديرو، الشيء اللي لازم تركز عليه. وهنا في الاخر كتبت هاد كاز، هاد لا كاز راح تكتبوا فيها كي ديروا لي زيكزارسيس تاع الكور هذاك تعمروها. بعد ما تعمروا كامل الجدول راح تحسوا بالراحه وراح يكون لكم حافز باش تزيدوا تهدوا اكثر واكثر. الحاجه الاخرى اللي راح ديروها انه تقسموا لي كور تاعكم كل يوم، زعما ديروا دو كور باغ اكزومبل، واحد صعيب والاخر شويه هكا باش ديروا ليكيليبر. نصيحه اخيره قبل ما تبداو الكور، حاولوا انكم تشوفوا فيديو في اليوتيوب عليه ولا ميم ديروا ليكتور خفيفه باش يكون عندكم ايدي على الكور هذاك. هذا الشيء راح يسهل لكم بزاف فهم الدرس. كانت هذه لا فيديو تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم وان شاء الله تستفادوا لك شويه من هذه النصايح. ما تنساوش تدعمونا بجيم وتابوني في لاشين. سلام.